على الهواء المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات. برحب بحضرتك يا دكتور عادل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. أهلا اهلا بيك وسهلا. دكتور عادل. أنا بس الفكرة إن إحنا لما سمعنا إن في تحرك عاجل من البرلمان، الغريب إن كذا مرة بيتم الحديث عن غلق المواقع الإباحية وما بيحصلش حاجة، إيه اللي جد جديد دلوقتي علشان يحدث هذا التحرك العاجل؟ هو يعني الموضوع يمكن بيفرض نفسه بشكل متكرر، ومن حين لآخر بنلاقي يعني أصوات أو جهات أو أولياء أمور، يعني آباء وأمهات بيطالبوا بالأمر ده. ويمكن نتكلم إذا رجعنا ورا هنقول إن معظم المعوقات السابقة كانت تتمثل في عدم وجود آلية واضحة للحجب، بمعنى تقنياً هو إحنا ممكن نحدد مواقع معينة تتحجب، لكن موضوع المواقع الإباحية يعني عايز أقول لحضرتك يمكن يكون معقد كتير عن مجرد ان نحجبه بالانظمه المعتاده اللي هي تسمى الفاير وول او الجدران الناريه وما الى ذلك. ففي الدول اللي نجحت في هذا الامر زي الخليج او في بعض الدول الاوروبيه عندنا منظومه مركزيه بيتم تركيبها من قبل الدوله، بيشرف عليها جهه معينه وليكن جهاز تنظيم الاتصالات على سبيل المثال، وبتحدد ايه نوعيه المواقع اللي بتحجب. هذه الدول عاده لا تحجب فقط المواقع الاباحيه، هي بتعمل اصناف من المواقع، على سبيل المثال مواقع تدعو الإرهاب، مواقع تدعو العنف، مواقع تحمل نقدر نقول أشكال من التعذيب أو الألفاظ الغير مناسبة وما إلى ذلك، ويتم حجب المحتوى بناء على قواعد بيانات ذكية في المنظومة المركزية اللي أنا بتكلم حضرتك عليها. يعني هي نوع من الفلترز أو أجهزة الحجب بتركب مش بتمنع موقع معين. فيما أتذكر ويمكن أنا شاركت في مداخلة من 5 6 سنين في الأمور دي، كان في بعض الناس خدت قرارات على سبيل المثال على حجب موقع اليوتيوب، على سبيل المثال لما كان نشر فيلم مثير للرسول عليه الصلاه والسلام، لو حضرتك تتذكري هذا الكلام. ايه اللي كان المشكله ساعتها؟ المشكله ساعتها ان احنا في صعوبه في ان نحجب كلمه المواقع الاباحيه. وزاره الاتصالات في حينه طلعت بيان قالت فيه ان معهاش قائمه هي بالمواقع الاباحيه عشان تقوم بحجبها، وانها غير معنيه بدراسه ما يصنف اباحي وغير اباحي وما الى ذلك. الموضوع ربما يكون محتاج تحرك اكبر من مستوى وزاره الاتصالات مع كل الاحترام طبعا، على اساس ان ده هيبقى قرار الدوله بوضوء وضع نوع من الحجب على اصناف معينه من المواقع، قد تشمل زي ما قلت حضرتك المواقع اللي فيها تجاره مخدرات، المواقع اللي فيها دعاره، المواقع الاباحيه، المواقع اللي بتدعو للعنف، المواقع الارهابيه. هو ده اللي حاصل ومطبق ولا سيما في الدول القريبة لنا زي الخليج العربي بدول المختلفة. طيب الحقيقة يعني يا باشمهندس، يمكن النائب أحمد دياب لما اتكلم عن السيطرة على هذه المواقع استشهد أنه زي ما حصل مع المواقع الداعمة للإرهاب، بس خلونا نعرف المزيد من التفاصيل ونرجع مرة تانية للمهندس عادل عبد المنعم. طبعا